طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا دكتور محمد نجيب ويفي، أنا أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني. وطبعا كنا إحنا الأسبوع اللي فات كنا ابتدينا يعني ادينا زي introduction about الكاردياك اوسكالتيشن، وكنا ابتدينا نتكلم إن أهم حاجة في الكاردياك اوسكالتيشن هو إن إحنا نقدر نعمل البروبر تايمينج، وان احنا نتعرف ونقدر نعرف بالظبط فين هو الفيرست هارت ساوند. وقلنا ان احنا هنعرف الفيرست هارت ساوند بان هو ده الساوند اللي هيبقى سيمالتينيوس او كوينسايدنج مع الكاروتيد بالسيشن. فهو واحنا حاطين السماعه على صدر العيان، الفيرست هارت ساوند هو الساوند اللي هيبقى متطابق وماشي بالظبط مع الكاروتيد بالس. اللي الكاروتيد بالس بيطلع فيه وبحسه بايدي هو ده الفيرست هارت ساوند اللي انا سامعه بالسماعه. وقلنا ان احسن مكان هنسمع عليه الفيرست هارت ساوند ونحكم عليه كويس وعلى الكواليتي بتاعته وعلى هل هو افريج ولا مافلد ولا اكسنتويتد، هو بيكون على الميترال اريا، نتيجه ان الفيرست هارت ساوند بيتعمل بسبب الكلوجر بتاع الميترال والترايكاسبيد كإيذان بانتهاء الدايستول، آخر حاجة خلاص في الدايستول علشان خاطر يبدأ بعديه السيستول. وقلنا عشان كده إحنا بنعمل له تايمينج مع الكاروتيد بالسيشن، لأن مع الكاروتيد بالسيشن هو ده الفيرست هارت ساوند. وقلنا بعد كده إن أي ساوند بعد الفيرست هارت ساوند هو ده هنسميه سيستوليك، وأي ساوند قبل الفيرست هارت ساوند وهيختم بيه هنسميه دايستوليك. وكنا بعد كده اتكلمنا على السكند هارت ساوند، وقلنا ان السكند هارت ساوند ده معمول من اتنين كومبوننت. الاتنين كومبوننت دول للاسف في فرق بينهم، بينما الفيرست هارت ساوند سنجل ساوند. ليه سنجل ساوند؟ لان مهما حصل لازم الميترال والترايكاسبيد هيقفلوا مع بعض، لان هم معتمدين في القفل بتاعهم على البركنجي فايبرز وعلى الكوردا تندني اللي هي معتمده على الفنتريكولار كونتراكشن. ولو حضراتكم فاكرين من الامبريولوجي ان احنا كنا بنقول ان البوث فنتريكلز ار وان تشامبر، يعني وان سينسيتيوم، هما تشامبر واحده، فهم لازم هيكونتراكت مع بعض. وبعدين بيطلع بعد كده في الامبريولوجي بعد كده الانترا فنتريكولار سيبتم، بعد كده بيبتدي يقسمهم لليفت فنتريكل وللرايت فنتريكل. ولكن الفنتريكل اوريجينالي في الفيتال لايف بيبقوا وان تشامبر اونلي، فعشان كده لازم 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 الليفت والرايت فنتريكل بيكونتراكت مع بعض. فلما هيكونتراكت مع بعض لازم 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 الميترال والترايكاسبيد هيقفلوا مع بعض، علشان كده لازم 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 الفيرست هارت ساوند هيبقى سنجل كومبوننت. قلنا بقى السكند هارت ساوند ده ساوند معتمد على البلوكينج او الامتلاء بتاع القلوع بتاعه المركب اللي هي بتكون الكاسبس بتاعه الاورطه والبولمونري، ودول بيعتمدوا في الملو بتاعهم على البريشر بتاع البلد. اذا كل ما البريشر بتاع البلد زاد جوه هذا الفيسل، كل ما القلوع دي او الكاسبس بتاعه الفالف دي قدرت ان هي تتملى بسرعه، واصبح ان الفالف ده هيقفل بسرعه. وبما ان السيستوليك بريشر في الاورطه بيوصل ل 120 في النورمال، معنى كده ان الكلوجر بريشر بتاع البلد اللي بيقفل الاورتيك فالفز بيبقى 120 ملم مركب. عشان كده الاورتيك كومبوننت ادري قبل البولمونري كومبوننت اللي هو الماكسيمم بريشر فيه بيكون 25 ملم مركري. طبعا احنا بنتكلم على النورمال سيتويشن. يا ريت بس حضراتكم لو حد فاتح المايك، انا بس هتخصص في الهارت ساوندز. يا ريت حضرتك نقفل المايك بعد اذن حضرتك. تمام، احنا بنعمل ريفيجن بسيط على الهارت ساوندز وعلى القصه بتاعت الاسبوع اللي فات. فاتكلمنا على الكلوجر، قلنا بعد كده عشان كده السكند هارت ساوند بيبقى فيه سبليتنج، وهذا السبليتنج بيتسمع على البولمونري اريا. اوضح ما يكون نتيجه ان هو ده المكان اللي احنا يعني بنسمع عليه، علشان خاطر هو ده المكان اللي هسمع عليه البولمونري فالف والاورتيك فالفز.
ووقفنا عند هذه الحته وقلنا ان السبليتنج بيزيد مع الانسبيريشن. قلنا ان برغم ان الانسبيريشن بيزيد فيه الفينس ريتيرن، يعني مفترض ان البلد اللي داخل على الرايت سايد بيزيد، الا ان البريشر جوه البولمونري بيقل نتيجه الكباسيتي بتاعت اللانجز اللي هي بتاكوميديت البلد باكتر من القدره بتاعه الفينس ريتيرن. فبارادوكسيكالي رغم ان ديورنج الانسبيريشن الفينس ريتيرن بيزيد، الا ان البريشر جوه البولمونري بيقل، علشان كده السبليتنج بيبقى اوضح ديورنج الانسبيريشن. ليه؟ نتيجه ان البريشر بقى اقل، اذا البولمونري بقى بيقفل بشكل ابطا، اذا المسافه ما بينه وما بين الاورتيك كومبوننت بتزيد، فالسبليتنج بالنسبه لنا بيبقى اوضح. عشان كده لما احب ان انا اسمع السبليتنج بتاع السكند هارت ساوند، دايما بطلب من العيان انه ياخد ديب انسبيريشن، وديورنج هذا الانسبيريشن ابتدي ان انا اركز تماما على السكند هارت ساوند عشان اسمع فيه السبليتنج. تمام، ده كده يعني باختصار شديد اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. وهنبتدي بعد كده من القصه بتاعه السبليتنج. عندنا بقى بعض الابنورماليتيز في هذه السبليتنج. باختصار شديد، بما ان السبليتنج معتمد على فرق البريشر ما بين الاورتيك والبولمونري، اذا انا اقدر اتخيل ايه هي السيتويشنز اللي اقدر ان انا اوسع فيهم المسافه دي او اضيق فيهم المسافه دي. انا عشان اوسع المسافه دي هيبقى اسمها وايد سبليتنج. عشان يحصل وايد سبليتنج انا محتاج ايه؟ محتاج يا اما الاورتيك كومبوننت يقفل بدري، وده بدري اكتر وده صعب لانه هو ده خلاص بدايه القفل، يا اما هاخر البولمونري كومبوننت زي الحالات كلها اللي البولمونري بريشر فيها هيبقى قليل، زي الناس اللي عندهم بولمونري ستينوزز، او الناس اللي عندهم رايت باندل برانش بلوك، او الناس اللي عندهم رايت سايدد هارت فيلير. كل هذه الحالات هيبقى البولمونري كومبوننت بتاعهم جاي متاخر اكتر، فالسبليتنج عندهم هيبقى اوسع زي ما احنا سامعين كده دلوقتي. السبليتنج بتاع السكند هارت ساوند واسع لدرجه ان احنا سامعين ثلاثه هارت ساوند واضحين. تك ترك تك ترك تك ترك تك ترك تك ترك تك ترك، او زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت لب دب لب دب لب دب. تمام، طيب عندي بقى فيكسد وايد سبليتنج، يعني سبليتنج واسع وكل حاجه بس ما بيتغيرش مع النفس. الوايد سبليتنج ده بيتغير مع النفس، لان لما هعمل انسبيريشن ايفن البولمونري بريشر هينزل اكتر واكتر، فالوايد سبليتنج هيزيد هيبقى دايناميك. يعني عندي بقى فيكسد وايد سبليتنج اللي هو سبليتنج واضح وواسع وكل حاجه، ولكن مش بيتغير بالانسبيريشن. زي ايه؟ زي الناس اللي عندهم اتريال سيبتال ديفكت. ليه الناس بتوع الاتريال سيبتال ديفكت؟ لان قصاد ما انا البريشر هنا قل هيبقى برضو البريشر هنا قل، فخلاص فهيبقى الفرق في المسافه هيفضل زي ما هو نتيجه ان الناحيتين الفيلنج هنا قل زي ما هنا البريشر قل. الحاله محتاجين بس نركز في الصوت. بارادوكسيكال سبليتنج، لما نيجي نفكر بارادوكسيكال سبليتنج معناها ايه؟ معناها ان انا هزود البولمونري بريشر جامد جدا جدا جدا، او اقلل الاورتيك بريشر جامد جدا جدا جدا. فاذا عاده بشوف البارادوكسيكال بريشر ده امتى؟ في الحالات اللي الاورتيك كومبوننت فيها بيبقى البريشر فيه قليل جدا جدا، فيتاخر الاورتيك كومبوننت لدرجه ان انا لما هاخد الانسبيريشن بتاعي هيحصل لي بارادوكسيكال سبليتنج. بارادوكسيكال سبليتنج يعني ايفن البولمونري هيسبق الاورتيك، زي الناس
اللي عندهم سيفير اورتيك ستينوزس او عندهم ليفت باندل برانش بلوك او عندهم هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي نتيجه ان هم طبعا هيبقى عندهم بريشر جامد جدا جدا عامل بالظبط زي بتاع الاورتيك ستينوزس فهيخلي الاورتيك بريشر يعني البريشر اللي موجود في الاورطه هيبقى قليل جدا جدا فالفيلنج بريشر بتاع الكاسبس بتاعه الاورتيك فالف هتبقى بريشر قليله جدا فهتتاخر في المال وهتتاخر في القفل لدرجه ان ديورنج الانسبيريشن البولمونري كومبوننت ممكن ان هو يسبقها تمام فالسبليتنج هيقل ساعتها مع الانسبيريشن فالسبليتنج ساعتها هيقل مع الانسبيريشن بدل ما يزيد مع الانسبيريشن ليه لان ساعتها البولمونري بريشر لما يقل مع الانسبيريشن هيبقى كوينسايدنج مع الاورتيك لان هو كده كده اصلا اوريدي هو بقى سابق الاورتيك فده اسمه بارادوكسيكال سبليتنج ودي الاشكال بتاعه السبليتنج المختلفه اللي لونه احمر هو ده الاورتيك كومبوننت واللي لونه ازرق هو ده البولمونري كومبوننت ده الوايد سبليتنج ديورنج انسبيريشن في السبليتنج اهو ولكن هنا ده دايناميك مع الانسبيريشن السبليتنج ايفن زاد اكتر وقلنا الحالات بتاعته زي ايه زي رايت باندل برانش بلوك وما الى ذلك بولمونري ستينوزس وكده او الفيكسد وايد سبليتنج ان هو زي الحالات بتاعه الاي اس دي اللي هو ديورنج اكسبيريشن ديورنج انسبيريشن هما زي بعض او بارادوكسيكال سبليتنج اللي هو زي ما احنا شايفين هنا ان البولمونري كومبوننت هو اللي سبق الاورتيك كومبوننت قوم لما هياخد ديب انسبيريشن والبولمونري كومبوننت يتاخر شويه قوم البولمونري كومبوننت هو اللي يحصل الاورتيك كومبوننت فالمسافه تضيق. طيب نبتدي بقى نخش على الميرمرز. القاعده كالتالي انا عشان اسمع اي ميرمر لا يمكن ابدا ابدا هحط السماعه على صدر العيال واشخص على طول ده ميرمر بتاع كذا. لازم الميرمر هيعتمد على حاجتين مهمين جدا جدا سابقتين لفكره ان انا بقول الميرمر ده بتاع ايه. ان الميرمر ده مكانه فين؟ نمره اتنين الميرمر ده التايمنج بتاعه ايه؟ يعني باختصار شديد لما انا اجي دلوقتي اهو ما احنا لسه مش هنبتدي الميرمر خالص، لما نيجي نقول انا دلوقتي على الميترال اريا اللي هي المفترض ان انا بسمع فيها الميترال فالف. وبعدين سمعت ميرمر وهذا الميرمر عملت له تايمينج طلع سيستوليك طلع في السيستول طلع سيستوليك ميرمر على الميتر انا كده بدماغي افكر ايه يا ربي ايه الميرمر اللي على الميتر الاريا اللي هيتسبب في حاجه على الميتر الاريا ويكون موجود في وقت السيستول. طيب ايه هو الحاجة اللي موجود ده؟ اذا انا ايه اللي بيحصل عند الميترال في وقت السيستول؟ المفترض ان الميترال يبقى مقفول. ليه؟ لان المفترض ان الاورتك هو اللي مفتوح. ليه؟ لان المفترض ان البلد دلوقتي طالع من الليفت فينتريكل عشان يروح لبيت الجسم. اذا لو انا سمعت ميرمر على الميترال اريا وديورينج سيستول اذا ده حاجة سيستوليك ايفنت معناه ان هذا الميترال فالف بيفوت يعني مهوي يعني البلاد بيرجع عكس الاتجاه والمفترض ان الميترال فالف ده يكون مقفول اذا انا عندي ميترال ريجيرش. اذا لو انا سمعت سيستوليك ميرمر على الميترال اريا يبقى ده مكانه ايه او سببه ايه؟ سببه حاجه حصلت غلط ديورنج السيستول في هذا الفالف ان الفالف ده مش مقفول للاخر اذا ده ميترال ريجيرش. طب لو انا قلت انا عندي دايستوليك ميرمر على الميترال فالف يعني ايه دايستوليك ميرمر؟ يعني ميرمر سمعه قبل الفيرست هارت ساوند اللي انا عرفته ازاي؟ اللي انا عرفته بالتايمنج مع الكاروتيد. طيب انا ديورنج الدايستول الميترال فالف ده المفروض يكون عامل ازاي؟ المفروض يكون فاتح على اخره. ليه فاتح على اخره؟ عشان allowing الفنتريكولار فيلينج اللي هو البلاد بينتقل من الليفت اتريوم للليفت فينتريكل ثرو الميترال فالف. اذا لو هذا الفالف ضيق لاي سبب من الاسباب او في مشكله مأثره على الفلو بتاع البلاد من الاتريوم للفنتريكل زي مثلا الحالات اللي هي حاجه اسمها جرام شتيل ميرمر او حاجات بالشكل ده اللي بيبقى موجود مثلا في الاورتيك ريجيرج وحاجات يعني حاجه بتحصل في في الامور دي هيبقى ساعتها انا بتكلم على
ميرمر حاصل على الميترال اريا ديورنج الدايستول يبقى انا بتكلم على ميترال ستينوزس. طيب لما اجي نفس القصه ونفس القاعده اطبقها على الترايكاسبيد اريا يبقى نفس الكلام زيه زي الميترال، لو حاجه سيستوليك يبقى ترايكاسبيد ريجيرج، لو حاجه دايستوليك يبقى ترايكاسبيد ستينوزس. لما هاجي على البولمونري اريا، البولمونري اريا لو انا عندي ميرمر ديورنج السيستول معناه ان البولمونري ده ضيق يبقى ده بولمونري ستينوزس، لو على الاورطه يبقى اورتيك ستينوزس، لو سامع ديورنج الدايستول يبقى ده بولمونري ريجيرج، ولو ده على الاورتك يبقى اورتك ريجيرج. اذا انا اللي يهمني انا سامع الميرمر فين وسامعه امتى، يبقى دول اول حاجتين في اي ميرمر في الدنيا. طيب النقطه نمره 2، زي ما احنا قلنا في الهارد ساوندز انك انت اول ما تسمع، وشغلنا ساعتها الكليب بتاع عمرو دياب وقلنا ايه الالات الموسيقيه اللي شغاله وايه الكلام اللي بيتقال وايه الصوت وايه الحكايه وايه الروايه، قلنا ان في الاوسكالتيشن اول حاجه ببتدي بيها هي ان انا لازم افصل الهارد ساوندز واعمل لها تايمينج بالكاروتيد، بعدين ابتدي ان انا اسمع الميرمر وامسك وان ميرمر ات ا تايم. انا ممكن ابقى سامع اكتر من ميرمر، مش هقدر اركز في الاثنين، انا اركز في واحد الاول واعمل له التايمينج وانا عارف مكاني فين قبل ما ابتدي افكر في ميرمر تاني، وقبل ما ابتدي افكر في الاديشنال ساوندز اللي احنا هنمر عليها في الاخر كده ان شاء الله لو الوقت بتاعنا اسعفنا. تمام. اذا اول حاجه زي ما احنا قلنا التايمينج. تمام. طيب لما انا قلت ان ده سيستوليك، السيستوليك ميرمرز بتتقسم ل ايجكشن يعني في اول السيستول بس، يعني فيرست هارت ساوند وبعدين ميرمر قصير خالص وبعدين بقيه السيستول عادي والدايستول وبعدين بيبتدي الفيرست هارت ساوند مره ثانيه، او ليت سيستوليك وده يعني حاجات قليله خالص خالص خالص، والاشهر اللي هو البان سيستوليك. البان سيستوليك معناه ايه؟ معناه ان البلاد فلو شغال اول ثرو ذا سيستول، زي الحالات بتاعت ايه؟ زي الميترال ريجيرش والتريكاسبيد ريجيرش. بينما الايجكشن معناها ان ده ايه؟ ان هذا الميرمر موجود فقط في الوقت اللي انا البريشر فيه عالي عندي او الريزيستنس عالي فيه عندي، زي الحالات بتاعت الاورتيك ستينوزس او البولمونري ستينوزس. طيب الدايستوليك ميرمرز ايضا انا بتقسم الى ايرلي وميد وليت، نفس التقسيمه بتاعت السيستوليك. تمام. ولكن طبعا اشهرهم ان هم يكونوا ميد دايستوليك، لان الايرلي دايستوليك صعب جدا جدا ان هم يتسمعوا، والفرق ما بين الميد والليت دايستوليك برضو صعب جدا جدا التفرقه. فاحنا يوجوال الدايستوليك ميرمرز اللي بنسمعها بتبقى ميد دايستوليك ميرمرز. هنيجي لما نيجي نتكلم على الميترال ستينوزس بالذات هنقول فيه شويه خصائص بالنسبه لي. طبعا في نوع ثالث من الميرمرز اللي هو اسمه كونتينيوس ميرمر او ماشينري ميرمر، يعني اللي هو الميرمر اللي شغال عاطل على باطل، عمال على بطال، شغال على طول. سيستوليك ودايستوليك هو نفس الميرمر، دول مش اثنين ميرمرز. طب انا هعرف ازاي ان دول مش اثنين ميرمرز؟ ان الاثنين نفس الصوت. يعني زي ما احنا قلنا عشان كده لازم الواحد يكون مركز كويس جدا جدا في الصوت. انا دلوقتي لو عندي اثنين مطربين بيغنوا مع بعض، ما هما الاثنين ممكن يكونوا بيقولوا نفس الكلام، بس هبقى عارف ان هما اثنين مطربين نتيجة ان انا قادر اميز فرق الكواليتي او فرق الكاركتر بتاع صوت المطرب الاولاني عن المطرب الثاني. برضو نفس القصة، لو انا سمعت ميرمر انا لازم احفظ الكاركتر او كواليتي الساوند بتاع الميرمر ده عشان اقارنه باي ميرمر تاني اقول هو ولا مش هو. هو الميرمر اصلا مش هيغير صوته في حتة تانية، هو ما دام الميرمر غير صوته او غير الكاركتر بتاعه بقى اوتوماتيك ميرمر تاني، ما بقاش هو نفس الميرمر. الكاركتر بقى بتاعه انت سامعه ايه؟ انت سامعه سوفت اللي هو ولا هارش ولا رامبلنج ميرمر، رامبلنج ده اللي هو زي القرص بتاع التليفون بتاع زمان، او ميوزيكال ميرمر يعني حاجه بتزيق، ولا السيجال ميرمر اللي هو زي الصوت بتاع الطيور النورس اللي هي بتبقى يعني ليها زعقه كده حاده جدا فيري شارب ساوند. هي دي الكاركتر، انت سامع ايه بودنك. طيب سيبكم من الشيب، الشيب ده يعني شكل الميرمر يعني ايه؟ شكل الميرمر يعني دايموند شيب اللي هو يعني بيطلع وينزل، يعني الميرمر صوته بيعلى وبعدين بيرجع يوطى تاني في نفس السايكل، او كريشندو، كريشندو يعني تصاعدي، دي كلها الفاظ من المزيكا.
كريشندو، يعني هو المرمر بيبتدي صوته واطي وبعدين صوته يبتدي يزيد 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 لغايه ما يخلص، ولا دي كريشندو يعني بيبتدي بصوت عالي خالص 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 وبعدين يبتدي الصوت يوطى 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 خالص لغايه لما يروح. تمام، دي الاشكال بتاعه المرمر. وبعدين البيتش، هاي بيتش او لو بيتش. هاي بيتش يعني صوت حاد، ولو بيتش اللي هو صوت غليظ. هاي بيتش اللي هو صوت عامل زي الصوت النسائي، ولو بيتش اللي هو زي الصوت الذكوري او الصوت الرجالي. وبعدين الجريدنج. الجريدنج دي بقى هقولها لكم بطريقه لطيفه جدا جدا. الجريدز هنقسمها، هو مفترض ان الجريدز من 1 لـ6. طيب جريد 1 ما حدش هيسمعه، فما تقولش جريد 1 دي خالص، لان دي محتاجه يعني يعني مش ودن، محتاجه ان انت ودنك دي تكون هي نفسها يعني حاجه مش موجوده في البني ادمين. وجريد 6 هو ده الميرمر اللي بيقول لك انت تسمعه وانت بعيد عن العيان، يعني انت اصلا ما حطيتش سماعه على العيان وسامعه. فدلوقتي برضو صعب جدا جدا ان احنا نشوف عيانين في جريد 6. طيب هيتبقى عندي 4 جريدز في النص، اللي هما جريد 2 و3 و4 و5. طيب تعالوا نقول اسامي الجريدز دي اصلا ايه. جريد 1 اللي هو very faint almost unhearable، يعني تقريبا انت مش سامعه. جريد 2 اللي هو faint، وجريد 3 اللي هو moderate. طيب جريد 2 وجريد 3 دول بيتميزوا ان هم ايه، ان هم معهمش thrill. يعني ايه thrill؟ هنقولها دلوقتي حالا. بينما جريدز اللي هي 4 فما فوق معاها thrill، فانت جريد 4 اللي هو loud بثريل، وجريد 5 اللي هو فيري لاود بثريل، وجريد 6 اللي هو هيرد وذ ستيتوسكوب اوف، اللي هو هيرد بستيتوسكوب اوف، يعني انا بسمعه من غير ما احط الستيتوسكوب على التشست وول او احطه على العيان. طيب اذا انا لو سامع المرمر وما عنديش ثريل، اذا ده جريد 2 تو 3. لو انا سامع الميرمر وحاسس بايدي ثريل، الثريل هو ده الاوديو البالبابل ميرمر. يعني ايه بالبابل ميرمر؟ يعني الميرمر اللي هو وانا بعمل بالبيشن على العيان وحطيت ايدي على مكان اللي انا عملت له اوسكالتيشن وسامع فيه الميرمر، حسيت تحت ايدي ذبذبه او ورقه. حد فيكم بيربي قطط؟ لو حد فيكم بيربي قطط وحط ايده على قطه، هيلاقي القطه كده بتعمل كده، بتعمل صوت. الصوت ده او الاحساس ده بتاع اللي تحت الايد، او لو حد عنده تكييف من بتوع زمان، دول مش السبليت اللطيف اللي ما بيعملش زنه، لا التكييف بتاع زمان اللي هو الشباك ده، لما تحط ايدك على الحيطه جنب منه وبعدين تلاقي ان هو في زنه او كده، اذا ده برضو نفس الاحساس بتاع الثريل. هو ده الثريل، ان تحت ايدك في اهتزاز كده او فايبريشن. انا ساعات بقول للطلبه حاجه لطيفه جدا، شغل الموبايل بتاعك فايبريشن وخلي حد يطلبك، وحط الموبايل بتاعك تحت مثلا كوفرته او بطانيه او حاجه، وحط ايدك على الكوفرته او البطانيه دي، الاحساس بتاع الفايبريشن اللي تحت ايدك هو ده الاحساس بتاع الثريل. اذا انت سامع الميرمر وما فيش ثريل، يبقى جريد 2 لـ3. انت حاطط ايدك وفي سامع الميرمر وحاطط ايدك ولقيت ثريل، قول ان ده جريد 4 تو 5، وابقى انا كده طلعتك وغششتك انت ازاي هتقدر في الكلينيكال تعبر على الميرمر من غير ما حد يغلطك ومن غير ما حد يقول لك انت غلطان. سامعه في ثريل 4 لـ5، سامعه ما فيش ثريل بقى جريد 2 تو 3. يبقى دي الجريدز بتاعت الميرمر. طبعا السايت اوف ماكسيمم انتنسيتي، وبعدين البروباجيشن. لو حضراتكم تذكروا ان احنا المره اللي فاتت قلنا ان احنا لما بنيجي نسمع المايترال فالف بنسمع تو ذا اكزيلا وبنسمع انسايد ذا ايبكس عشان خاطر دول البروباجيشنز. طبعا الاورتك ممكن بيعمل بروباجيشن للنك، والترايكاسبيد المفترض ان هو يعني مش معروف ان هو ليه بروباجيشن. ريليشن تو بوستشر، زي ما احنا قلنا مثلا ان في بعض الميرمرز بتتسمع احسن لما ابقى في الليفت لاترال ديكيوبيتس، او ممكن في ميرمرز اللي هي بتاعه البريكارديوم بسمعها احسن لما يبقى العيان ليننج فورورد،
واخيرا الريليشن تو انسبيريشن، قلنا ان تيكينج الانسبيريشن ده بيزود الميرمرز بتاعه الرايت سايد. اذا لما انا اجي اتكلم على اي ميرمر لازم هعلق على 8 حاجات، لازم هعلق على 8 حاجات اللي هو هل هو ده سيستوليك ولا دايستوليك، والكاركتر بتاعه والشيب والبيتش والجريد والسايت اوف ماكسيمم انتنسيتي اند بروباجيشن والريليشن تو بوشر والريليشن تو الانسبيريشن. تمام. طيب اكوردنج لده انا عندي احنا قلنا 3 انواع، قلنا يا سيستوليك يا دايستوليك يا كونتينوس. تمام. الميرمرز اللي هسمعها بعد الفيرست هارت ساوند دي ار سيستوليك ميرمرز، الميرمرز اللي هسمعها قبل الفيرست هارت ساوند هيبقى اسمها دايستوليك ميرمرز، وده الشكل بتاع الجريدز او الانتنسيتي بتاعه الميرمرز. نمسك بقى ميرمر ميرمر. طيب اول ميرمر فيهم اللي هو بتاع الميترال ريجيرش. طيب اول حاجه تعالوا نفتكر الميترال ريجيرش ده هيبقى مكانه فين؟ مكانه على الميترال اريا. طيب الميترال ريجيرش ما دام انا قلت ميترال يبقى هيعمل ايه على الفيرست هارت ساوند؟ طيب بما ان الفيرست هارت ساوند ده بيتسبب بالكلوجر بتاع الميترال والترايكوزميد، وبما ان الميترال ريجيرش ده هيخلي عندي هاي بوزيشن اوف الميترال فالف، اذا هيبقى عندي مافلنج اوف الميترال فالف، لان الميترال فالف مش هيقفل كويس ومش هيقفل للاخر، وهيبقى اصلا بادي من هاي بوزيشن، ف هيضيع البريشر فيه وهيبقى قليل، فالساوند فيه هيبقى قليل. فاذا اول حاجه في الميتر ريجيرش ان انا مش هعرف اسمع كويس الفيرست هارت ساوند، الفيرست هارت ساوند هيبقى مفل. يا نهار واقعه يا دكتور محمد، انت بقالك محاضرتين عمال تقول لنا اللي قبل الفيرست هارت ساوند ده سيستوليك، واللي بعد الفيرست هارت ساوند ده دايستوليك، سوري اللي بعد الفيرست هارت ساوند ده سيستوليك، واللي قبل الفيرست هارت ساوند ده دايستوليك. اول ميرمر يا ربي عايز تقوله لنا تقول لي انا مش هسمع فيه الفيرست هارت ساوند، طب ما انا كده وقعت فين؟ في حيز بيس. لا يا صديقي، لان انت عارف كويس جدا جدا ان الفيرست هارت ساوند ده هو اللي مكانه فين؟ معاده فين؟ معاده الكاروتيد بالسيشن. اذا لو انت سمعت ميرمر وحسيت بعد كده كاروتيد بالسيشن، اذا ده دايستوليك. لو انت سمعت لو انت حسيت كاروتيد بالسيشن ثم بعد منها سمعت ميرمر اصبح ده سيستوليك ميرمر، وكون ان انت ما سمعتش الفيرست هارت ساوند بالسماعه يبقى ده كونكوردنت مع ان احنا بنتكلم على ميترال ريجيرش، بما اننا على الميترال اريا. اذا الميترال ريجيرش ميرمر هميزه ازاي؟ هميزه بان انا على الميترال اريا بسمع بحس بايدي كاروتيد بالسيشن ولكن مش سامع بودني فيرست هارت ساوند، او سمعه صوت واطي جدا جدا، ثم مباشره بعد الفيرست ساوند اللي واطي جدا ده او الكاروتيد بالسيشن ده بسمع بان سيستوليك ميرمر مسموع على الميترال اريا. وكمان مش بس كده، بس لما بسمع بالسماعه واطلع على الاجزله الاقي انه ستيل الميرمر مكمل معايا بنفس الكاركتر بنفس كل حاجه لغايه الاجزله. وطبعا زي ما احنا قلنا هنسمعه ازاي؟ هنسمعه بالدرام بتاع الاستيتوسكوب. تمام؟ مش الكود. تمام؟ الدرام بتاع الاستيتوسكوب. تمام؟ فاذا احنا هنسمع هذا الميرمر بان سيستوليك ميرمر بمفلد فيرست هارت ساوند على الايبكس، وهنسمع انه بروباجيتد للاجزله، هو هيبقى هاي بيتش ساوند، يعني الصوت بتاعه صوت رفيع، وهيرد بالدرام بتاع الاستيتوسكوب، ويبقى احنا كده فولفيلد الكرايتيريا. لو احنا لقينا معاها ثريل بقى الجريد بتاعه 4 لـ 5، لو احنا ما لقيناش معاها ثريل يبقى دون جريد 2 لـ 3. ايه السكند ميرمر الموجود عندي على الميترال؟ اللي هو الميترال ستينوزس. الميترال ستينوزس ده باي بالاوتوماتيك كده انا هسمع الميرمر امتى؟ لما الميترال ستينوزس، يعني معناه ان الفالف اللي ما بين الاورطة وما بين سوري الليفت اتريوم والليفت فينتريكل ضيق، معناه ان انا ديورنج الدايستول اللي مفترض بيحصل فيه الفينتريكولار فيلينج هيبقى عندي ريزيستنس، هيبقى عندي تيربلنس للفلو اوف البلاد اللي هيبقى جاي من الاتريوم لغايه الفينتريكل. اذا دون هيخلي عندي الفيرست هارت ساوند عالي. ليه؟ نتيجه ان عندي لو بوزيشن اوف
الفيرست هارت ساوند اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت، تمام؟ نتيجه ان الفالف طبعا استينوتيك، وهيخلي ان انا عندي ميرمر في الاول. الفلو ما هيبقاش جامد جدا، ليه؟ لان في الاول الفلو بيكون بالجرافيتي، وبعدين الاتريم بيبتدي بيكونتراك، فببتدي بسمع الميرمر ابتداء من الميد اوف ذا دايستول. فعشان كده الميترال ستينوزيس ميد دايستوليك، وصوته بيور كده عامل زي القرص بتاع التليفون اللي هو كان بصباع ده بتاع زمان، ده اللي هو كان عند جدتنا ومامتنا وبابانا، وكان عندنا في البيت زمان واحنا صغيرين قبل ما انتوا تتولدوا، تمام؟ ده ميد دايستوليك رامبلينج ميرمر، وبيبقى عنده بري سيستوليك اكسنتويشن. ليه؟ لان اخر حاجه خالص هي اللي بيبقى فيها الحزقه بتاعه الاتريم، اللي هي الكونتراكشن بتاع الاتريم، اللي هو عايز يزق اخر شويه بلاد اللي هم مش جايين بالجرافيتي. عشان كده البريشر بيزيد شويه قبل ما الميترال يقفل، وقبل ما السيستولي يبتدي، وده المسؤول عن البري سيستوليك اكسنتويشن. هذا البري سيستوليك اكسنتويشن المسؤول عنه ايه؟ المسؤول عنه الاتريال كونتراكشن. طيب لما العيانين دول سون زي ما دايما بيحصل لهم نتيجه ان البريشر عالي والليفت اتريم بيدايليت، فبعد شويه البيس ميكر بيخرف ويبتدي يخش في حاجه اسمها اترال فايبريليشن. لما هيحصل اترال فايبريليشن الاتريال ماسلز مش هتقدر تجمع بعضها وتكونتراكت مع بعض، فيحصل عندي لوس اوف الاتريال كونتراكشن. هذا اللوس اوف اتريال كونتراكشن هيضيع عندي البري سيستوليك اكسنتويشن. اذا هذا اللوس اوف بري سيستوليك اكسنتويشن مش معناه ان العيان اتحسن او بقى افضل او بقى كويس، لا بالعكس، ده معناه ان العيان دخل مني في اتريال فايبريليشن. برضه طيب هنيجي نتكلم على الفيرست هارت ساوند. طيب الفيرست هارت ساوند هيبقى شكله ايه؟ في الاتريال ستينوزيس العادي الاولاني خالص هيبقى عندي اكسنتويتد فيرست هارت ساوند. طيب بعد شويه لما يبتدي يحصل لي اتريال فايبريليشن، اخبار الفيرست هارت ساوند ازاي؟ اتريال فايبريليشن يبقى معناه ان انا مش باخد الاوامر بتاعتي من البيس ميكر، معناه ان انا كل شويه الاتريم ده عمال يكونتراكت عمال على البطال، كل شويه مجموعه ماسلز بتقرر ان هي تكونتراكت وبتعمل نفسها بيس ميكر. اذا هذا الميترال فالف مش هيقفل في كل المرات بنفس القوه وبنفس القدر، فهنلاقي ان الفيرست هارت ساوند هيبقى يا اما فاريبل، يا اما ممكن حتى بعد كده ممكن ابقى مش قادر ان انا اميزه، يعني ان انا مش قادر ان انا اميزه بسبب الاترال فابريليشن. فبنعبر عليه لما نلاقي اترال فابريليشن بنقول عليه فاريبل فيرست هارت ساوند. ما ينفعش اقول اترال فابريليشن وبعديها ارجع بعد كده في الفيرست هارت ساوند، يعني اترال فابريليشن وانا بقيس البلس بقول الريجولر، وبعدين ارجع بعد كده في الفيرست هارت ساوند اقول ان هو كله اكسنتويتد، لا هقول عليه فاريبل انتنسيتي بس مثلا موستلي اكسنتويتد، يعني في اغلب الضربات انا سامع اكسنتويتد فيرست هارت ساوند. طبعا برضو الميترال ستينوزيس سام تايمز لما يكون الميترال فالف يعني بقى سكليروتيك وفايبروتيك، الاوبننج بتاعه ممكن يعمل حاجه اسمها اوبننج سناب، ودي هنبقى نتكلم عليها بعد كده ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الاديشنال ساوندز. طبعا زي ما احنا قلنا ان الميترال ستينوزيس هو ده الميرمر الوحيد والمهم جدا جدا اللي بسمعه بالبيل اوف ذا ستيتوسكوب، اللي بسمعه بالكون بتاع الستيتوسكوب، تمام؟ وده طبعا الاشكال بتاعت الميرمز اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليها، اللي هي بتاعت الميترال ستينوزيس ان ساينس ريزم، وادي الميترال ستينوزيس ان اترال فايبريليشن. زي ما احنا شايفين ميترال ستينوزيس ويز ساينس ريزم هيبتدي من اول الاوبننج سناب من عند الميد دايستول، وبعدين هيبقى عندي بري سيستوليك اكسنتويشن، شايفين الكيرسر على السكرين، وبعدين هينتهي بفيرست هارت ساوند عالي. لما هيحصل عندي اترال فايبريليشن الميرمر هيلوز البري سيستوليك اكسنتويشن بتاعه وهيبقى ميد دايستوليك بس، والفيرست هارت ساوند عندي هيبقى طبعا فاريبل، تمام؟ ده بالنسبه للميرمر بتاع الميتر، تمام؟ طيب الميتر ريجيرج لما احنا قلنا ان ده فالف انكومبتنس هيقلعوا الباك فلو اللي هو للاتريم، وطبعا اشهرهم طبعا روماتيك فيفر مايكارد انفاركشن وكده، وقلنا ان هو هنسمعه على الايبكس احسن حاجه هناك، وهيبقى ترانسميتد للاكزيلري للاكزيلا، وقلنا ان هو ده هيبقى بان سيستوليك او ليه تعبير تاني اسمه هولو سيستوليك،
وهيبقى هارش بلوينج. ويعني لو سمعت معاه لو حسيت معاه ثريل هيبقى طبعا سيستوليك ثريل. ممكن طبعا برضو نتيجه الافكشن بتاعه على الفنتريكل. طيب وقفنا عند الميترال ريجيرش وقلنا خلاص الخصائص بتاعه الميترال ريجيرش تمام. اسمع زي ما احنا سمعنا هارش بلوينج سيستوليك ميرمر هيبقى مسموع على الميترال اريا وهيبقى بروباجيتد لغايه الاجزيلا بنفس الكاركتر بتاعته. هو ده بتاع الميترال ريجيرش. وهنلاقي ان الفيرست هارت ساوند هيبقى بالنسبه لنا هيبقى ديمينيش تمام زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت. طبعا ممكن بعد شويه يبتدي ان انا اسمع في الليت ديزيز نتيجه الفنتريكولار افكشن ممكن اسمع ثيرد هارت ساوند. طيب ميترال ستينوزيس تاني زي ما احنا قلنا ان ده هيرد وذ بيل على الايبكس احسن في العيان ليفت لاترال بوزيشن. هيبقى ميد دايستوليك رامبلنج ميرمر ومور انتنس في الـ يعني الميد والليت دايستول ومش مفترض ان هو ليه بروباجيشن ولا حاجه. هو لوكيتد على الميترال اريا وطبعا ممكن احس ثريل على الميترال اريا. لما احس ثريل على الميترال اريا هتبقى الثريل دي التايمنج بتاعها ايه؟ هيبقى التايمنج بتاعها اكيد دايستوليك نتيجه ان الميرمر دايستوليك. وزي ما احنا قلنا بيبقى فيه بريسيستوليك اكسنتويشن نتيجه الاتريال كونتراكشن اللي في اخر الدايستول وهذا الاتريال كونتراكشن اللي في اخر الدايستول بيبقى لوست في حالات الاتريال فايبريليشن. نسمع كده الميترال ستينوزيس ميرمر. نيجي بقى للاورتيك ميرمرز. الاورتيك ميرمرز عندي اثنين ميرمرز مهمين جدا جدا. ميرمر يعتبر هو ده اسهل ميرمر كل الناس تقدر تسمعه اللي هو الاورتيك ستينوزيس ميرمر. الاورتيك ستينوزيس ميرمر ده برنس ده سهل جدا يتسمع مسموع على الاورطة هيبقى عندي ثريل على البيز اوف ذا هارت ثريل راديتنج للنيك هيبقى عمال يعمل يعني هيبقى مش ملخبط مع اي حاجه ثانيه حواليه هيبقى هارش وايجكشن وسيستوليك والكاروتيد قريب مني وهاي بيتشد ومسموع بالدرام اوف ذا ستيثوسكوب وحاجه فله جدا جدا. سيستوليك ميرمر ومسموع على الاورطه. وعلى فكره الميرمر ده يا جماعه فيري 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 كومن يعني اي واحد لو مثلا عنده جده او جدته او كده يعني ربنا طبعا يدي اهالينا كلهم الصحه ناس كبار في السن طبعا عارفين كويس جدا ان ويز ايج بيحصل سكليروزس للاورتيك فالف. كل الناس دول وهم ان شاء الله يعني باذن الله ابارنتلي كلهم هيلثي ما عندهمش اي كاردياك بروبلم لو حطيت السماعه على الاورتيك اريا عندهم غالبا هتسمع عندهم الميرمر بتاع الاورتيك ستينوزيس او الاسكليروتيك اورتيك فالف اللي هيبقى موجود على الاورتيك اريا اللي هي في السكند رايت انتركوستال سبيس. طيب نيجي بقى للاورتيك ريجيرج ميرمر. الاورتيك ريجيرج ميرمر ده ميرمر يحير يعني الاورتيك ميرمرز واحد فيهم سهل جدا وقوي جدا وممتاز جدا ورائع جدا وكومون جدا وسهل جدا. واحد فيهم السمع بتاعه قليل جدا ما بتسمعش كتير جدا ولكن هو صعب جدا انك تغلط فيه. ليه صعب جدا انك تغلط فيه؟ لان الاورتيك ريجيرش اورتيك ريجيرش يعني معناه ايه؟ معناه ان البلط ديورنج السيستول قرر لامر ما انه يرجع عكس الاتجاه ويرجع على الفنتكل مره ثانيه، معناه ان السيركيليشن راجع عكس الاتجاه. الاورتيك ريجيرج مش بيتشخص مينلي بالميرمر بتاعه ولكن هو طبعا بيتسمع بيبقى يعني ايجكشن ميرمر برضه لغايه الايرلي دايستول ولكن بسمعه بحس بيه اكتر جدا جدا امتى؟ بحس بيه عن طريق حاجه اسمها البريفرال ساينز بتاعت الاورتيك ريجيرج.
البريفرال ساينز بقى بتاعت الاورتيك ريجيرش هو ده بقى الووتر هامر بالس، هو ده بقى البيج بالس فوليوم، هو ده بقى البيستول شوتس، هو ده النيك نودنج، هو ده الكوريجان ساين اللي هو الناس هتبقى راسها عماله بتتهز مع البالسيشن. البيستول شوتس طبعا اللي انا بحسها على الفيمورال، واللي هم هنلاقي عندهم لما يجوا يعملوا فاندس اكزامينيشن الاقي ان الفاندس بتاعهم بيبالسيت. هم دول اكتر ناس بحس عندهم هذا الباوندنج وهذا الكرايتيريا بتاعه البريفرال ساينز اوف اورتيك ريجيرج الشبيهه جدا بتاعه الهايبر دايناميك سيركيليشن. ايه السبب؟ السبب ان انا عندي فيري فرق كبير ما بين البلس بريشر اللي هو الفرق ما بين السيستول والدايستول. انا عندي مشكله في السيستول؟ لا ما عنديش مشكله في السيستول. ليه ما عنديش مشكله في السيستول؟ لان ده معتمد على الستروك فوليوم وعلى الستروك باور بتاعه الاتريوم بتاع سوري بتاعه الفنتريكل، ودي قويه وكويسه والحمد لله وما فيش قدامها ريزيستنس، ما فيش قدامها اي حاجه. فانا عندي السيستوليك بريشر زي الفل. انا مشكلتي ايه؟ مشكلتي في الدايستوليك بريشر. ليه مشكلتي في الدايستوليك بريشر؟ الدايستوليك بريشر اللي هو معتمد على الالاستيك ريكويل بتاع الاورطه بعد ما الاورطه خلاص اتملت بالبلاد هيبقى سببه انه ان الاورتيك فالف ورا مني اتقفل، فانا محتفظ بكل البريشر بتاعي جوه الاورطه. ما بالك بقى لو انا عندي تسريب وعندي اورتيك ريجيرج، فالبريشر بقى بتاع الدايستول بتاعي ده undefined غير محدد، فيري لو اب تو انه ممكن يفضل شغال معايا ليكنج لغايه ما يوصل للزيرو. يعني ممكن يبقى ان انا يبقى عندي البالس بريشر فيري 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 بيج فيري بيج بالس بريشر اللي هو الفرق اللي ما بين السيستوليك وما بين الدايستوليك. لو سمعناه، لو قدر لينا ان احنا سمعناه، الساوند بتاعه عامل زي الفحيح كده بتاع التعبان، فوتح فوتح فوتح. الصوت ده فيري 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 كومن وسهل جدا، وهيبقى عندي ممكن شويه راديشن من الفيرست اورتيك اريا للسكند اورتيك اريا، ونتيجه انه ريجيرج. مش بس كده، ده انا ساعات كتير اسمعه على السكند اورتيك اريا احسن ما اسمعه على الفيرست اورتيك اريا. علشان كده انا عندي سكند اورتيك اريا اللي هي الثالث سبيس الشمال، علشان خاطر اقدر ان انا اسمع من خلاله الاورتيك ريجيرج. وممكن انه يبقى شويه راديتنج للايبكس، ولكن طبعا مش هيلخبطنا مع الميترال ريجيرج. ليه؟ لان الميترال ده هيبقى سمعه قوي جدا جدا على الايبكس وهيبقى راديتنج للاكزيلا، انما ده ميرمر انا سامعه كويس جدا جدا عند الثيرد ليفت سبيس اللي هو السكند اورتيك اريا، وسامعه كويس جدا جدا في الفيرست اورتيك اريا اللي هي السكند رايت سبيس. وممكن ان هو يبقى شايف انه بيسمع شويه ناحيه الايبكس ولكن بصوت اقل وبكاركتر ولكن نفس الكاركتر طبعا ولكن بساوند اقل. وده بيزيد احسن لما العيان يخرج نفسه خالص خالص والعيان يقعد ويلين فورورد. ده بتاع الاورتيك ريجيرج. نيجي بقى عند الاورتيك ستينوزيس. خلاص احنا قلناه، نسمع بقى الميرمر بتاع الاورتيك ستينوزيس. ايجكشن سيستوليك واضح جدا قوي جدا. وبتاع الاورتيك ريجيرج اللي احنا قلنا اهم حاجه في الاورتيك ريجيرج البريفرال ساينز بتاعه. طيب هنا بقى لو حضراتكم تفتكروا قلت ان انا لما اجي عندي الميترال ستينوزيس ميرمر ممكن يبقى سببه ان انا عندي ستينوزيس في الميترال فالف، او يبقى عندي ريزيستنس للفلو من الاتريوم للفنتريكل. وقلت لكم زي الميرمر اللي بيحصل معايا مع الميترال ريجيرج، ده ليه بيعمل لو بيتش درامبلنج ميرمر على الميترال اريا، شبه جدا جدا الميرمر بتاع الميترال ستينوزيس، ولكن لا صعب جدا او مستحيل انه يعمل ثريل، لانه عاده بيبقى الكارك لان ده هيميك ميرمر، يعني ده فلو ميرمر مش ترو ميرمر، مش بيفايبريت الفالف بالقدر اللي يسمح ان الميرمر يتسبب في ثريل. هذا الميرمر اللي هو بتاع الريليتيف ميترال ستينوزيس اللي اكومبانينج الاورتيك ريجيرج ميرمر هو حاجه اسمها الاوستن فلينت ميرمر، على اسم طبعا
اللي هو اللي اكتشفه تمام، ده بيبقى هيبقى عندي اورتيك ريجيرج ميرمر ايرلي ايجكشن وبتاع، ومعايا لكن معايا لو بيتشد رامبلنج ميرمر على الايبكس بتاع الريليتيف ميترال استينوزس. ان لما قلت لك وتح 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 تمام. نيجي بقى الناس الميرمر بقى اللي هي الميرمرز اللي بعد كده، عندي الترايكاسبيد ريجيرج ميرمر، ما يسري على الميترال ريجيرج ميرمر هو ما يسري على الترايكاسبيد ريجيرج ميرمر. الفرق بينهم ايه؟ المكان. هسمعه فين؟ هسمعه على الترايكاسبيد اللي هو فين؟ اللي هو على اللور بارت اوف ذا سترنم. طيب ايه البريفرال ساين بتاع الترايكاسبيد ريجيرج؟ ان انا طبعا هيبقى عندي كونجستد نيك فينز وهيبقى عندي كونجستد بالسيتنج ليفر تمام. طيب عندي بعد كده بتاع البولمونري استينوزس، عاده البولمونري استينوزس ده مش بيبقى سببه روماتيك هارت ديزيز، بيبقى سببه كونجينيتال يوزوالي. البولمونري استينوزس بلاقيه في الحالات بتاعه الكونجينيتال، ودول هلاقي عليهم سيستوليك ثريل على البولمونري اريا، وهلاقي عندهم ساينز اوف رايت فينتريكولار انلارجمنت، وهيبقى عندي فيهم وايد سبليتنج، وهيبقى مكانهم طبعا ايجكشن سيستوليك زيهم زي الاورطه، ولكن زي الاورتيك ستينوزس، ولكن طبعا مكانهم على البولمونري اريا. عندي ميرمر شبه البولمونري ستينوزس اللي هو بتاع البولمونري هايبرتنشن، ده كومن سهل ان انا الاقيه، وهلاقي عندي سكند هارت ساوند عالي، وهلاقي طبعا ان انا عندي ممكن كلينيكالي احس السكند هارت ساوند على البولمونري اريا اللي احنا بنسميها الدايستوليك شوك، ولما هاجي اعمل بيركاشن هلاقي عندي دالنس نتيجه الدايلاتيشن اللي بيحصل في البولمونري ارتري، ودول هلاقي عندهم سكند هارت ساوند هيبقى عالي، وهنلاقي عندهم السبليتنج قليل كلوز سبليتنج. اذا لو انا سمعت سيستوليك ميرمر على البولمونري اريا ولقيت وايد سبليتنج يبقى ده غالبا كونجينيتال بتاع بولمونري ستينوزس. لو لقيت ان انا مش سامع سبليتنج او ان هو يعني في كلوز سبليتنج او سامع كان السكند ساوند وان كومبوننت اونلي اللي هو البولمونري كومبوننت بقى ساعتها، لان هو ده اللي هيبقى عالي جدا، يبقى ده بتاع البولمونري هايبرتنشن، وده طبعا الفيري كومن ان انا بسمعه. ممكن مع 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 هذا الـ مع في البولمونري هايبرتنشن ممكن اسمع شويه اوبننج سناب، بس هنا بقى هيبقى اسمها ايجكشن كليك، ايجكشن سيستوليك كليك، شبه الاوبننج سناب بتاع الميترال ستينوزس. الاديشنال ساوند كلهم في الاخر ده تريكاسبيد ريجيرج شبه الميترال ريجيرج بالظبط، بان سيستوليك ميرمر عادي جدا محترم سهل جدا انه يتسمع، وانا هبقى عارف ان تريكاسبيد ريجيرج عشان انا على التريكاسبيد اريا، ولما هروح على الميترال فال ممكن اسمع الميرمر بس هسمعه صوته ايه؟ صوته قليل. اذا مكان الميرمر الاوريجينال هو المكان اللي انا بسمع فيه الميرمر احسن حاجه، اعلى حاجه، اوضح حاجه. حتى لو سمعت نفس الكاركتر بتاع الميرمر ده في حته تانية فده ممكن يبقى بس شويه بروباجيشن او راديشن. طيب ده بتاع البولمونري ستينوزس ميرمر، ايجكشن سيستوليك ميرمر زي ما احنا خدنا بالنا ان هو مش واخد كل السيستول، دول في الحالات الكونجينيتال. وبعدين بولمونري هايبرتنشن سكند هارت ساوند عالي واضح جدا لدرجه ان انا سامع من السكند هارت ساوند طرقعه، سكند هارت ساوند طرقعه. خدوا بالكم انا مش هسمع فيرست هارت ساوند هنا، انا على البولمونري، ولو سمعته مش هبقى سامعه واضح، انا هنا سامع من السكند هارت ساوند. وعرفت انه سكند هارت ساوند ازاي؟ ان هو مش مع الكاروت. يا جماعه لازم نفتكر دايما احنا مكاننا فين وعملنا تايمنج ولا لا، لانه هتلاقوا ان الاصوات شبه بعض بس احنا بنفرق بينها بين المكان والتايمنج. اعتقد مفيش اوضح من سكند هارت ساوند عالي زي ده، ودي حاله تانية واضح فيها الميرمر مع السكند هارت ساوند. زي ما احنا شايفين it is just very very small ejection systolic، يا دوبك حاجه صغننه خالص. تمام
خلاص احنا البولمونري ستينوزس احنا اتكلمنا عنه وقلنا ان ده عاده بيكون كونجنيتال. تمام واضح جدا تبع بتاع الاورتيك ستينوزس بالظبط وهنا معاهم رايت فنتريكولار هايبرتروفي طبعا. طيب نيجي بقى اخر حاجه هنعدي كده عليها مرور الكرام سريعا كده اللي هي الاديشنال ساوند عشان تاني احنا اللي يهمنا في الموضوع كله ان احنا نقدر نميز فيرست ساوند سكند ساوند نعرف هنسمع فيرست ساوند فين على الايبكس نسمع سكند ساوند فين على البولمونري مينلي وان انا اقدر اسمع السكند ساوند وعلق عليه والفيرست ساوند وعلق عليه واعمل لهم تايمينج مع الكاروتيد وبعدين لما اسمع ميرمر اقدر احدد هو سيستوليك ولا دايستوليك ومكانه فين اكتر حاجه ولما احدد هو سيستوليك ولا دايستوليك واكوردنج لمكانه يبقى ساعتها اقدر احدد انا ايه الفالف افكشن اللي موجود عندي فهقدر اميز هل ده ميترال ستينوزس ولا ميترال ريجيرج على الميترال اريا هل ده اورتيك ستينوزس ولا اورتيك ريجيرج على الاورتيك اريا هل ده ترايكاسبيد ستينوزس ولا ترايكاسبيد ريجيرج على الترايكاسبيد اريا وهل ده بولمونري ستينوزس ولا بولمونري هايبرتنشن على البولمونري اريا. اشهر اديشنال ساوندز هي الساوندز المعتمده على الفنتريكولار ساوندز اللي هي الستيرد ساوند والفورسر ساوند. تمام الفورس هارت ساوند ده بنقول عليه بريسيستوليك ده اتريال ساوند. يعني ايه اتريال ساوند؟ ده نتيجه الاتريال كونتراكشن اللي هو بيحصل في الاند اوف دايستول جاست بيفور الفيرست هارت ساوند على طول وبيزيد طبعا مع الانسبيريشن ده بيزيد نتيجه الكومبلاينس بتاع الوول بتاع المايوكارديوم قل فالبلاد ساعتها بيهيت ستيف مايوكارديوم زي الحالات بتاعت الاسكيميك هارت ديزيز او زي الناس اللي عندهم سيستوليك اوفرلود زي الحالات بتاعت الهايبرتنشن. اذا الناس اللي عندهم اسكيميك هارت ديزيز او عندهم سيستميك هايبرتنشن ممكن جدا جدا نتيجه ان المايوكارديوم بتاعهم بقى شويه يعني ستيف وقصاد الاتريال كونتراكشن اللي بيحصل ممكن اسمع فورث هارت ساوند. هذا الفورث هارت ساوند بريسيستوليك. يعني ايه؟ يعني هو دايستوليك بس بريسيستوليك قبل الفيرست هارت ساوند على طول كاني بسمع الفيرست هارت ساوند سبليتد ولكن وان كومبوننت منه قبل الكاروتيد بالسيشن فهبقى عارف ان ده مش فيرست هارت ساوند ده هيبقى فورث هارت ساوند. الثاني اللي هو الثيرد هارت ساوند وده اللي احنا الفيري كومن ان احنا بقى بنقابله في البراكتس لان بنشوفه في كل الحالات بتاعه الهارت فيلير اللي هو بنقول عليه ثيرد هارت ساوند وده بيبقى بروتو دايستوليك ده نتيجه ان الفنتريكل في رابيد فنتريكولار فيلينج اللي بيحصل في ايرلي دايستول اذا هو ايضا دايستوليك ساوند. اذا الثيرد ساوند والفورث ساوند بوث ار دايستوليك واحد فيهم في اول الدايستول عشان كده اسمه ثيرد هارت ساوند واحد فيهم في اخر الدايستول عشان كده اسمه فورث هارت ساوند. اذا الساوند اللي هيبقى بعد السكند ساوند على طول هيبقى اسمه ثيرد هارت ساوند والساوند اللي قبل الفيرست هارت ساوند على طول هيبقى اسمه فورث هارت ساوند. الفورث هارت ساوند هيزيد مع الانسبيريشن ولكن الثيرد هارت ساوند هيقل مع الانسبيريشن. الثيرد هارت ساوند ممكن اسمعه فيسيولوجيكالي في الناس الصغيره في السن نتيجه ان هيحصل عندهم رابيد فنتريكولار فيلينج ولكن الفيري كومن بقى ان انا اسمعه في العيانين بتوع الثلاثه اف الفلابي مايوكارديوم او الهارت فيلير او الناس اللي عندهم فلو زياده زي الناس اللي عندهم هايبر دايناميك سيركيوليشن. اذا ده الثيرد ساوند والفورث هارت ساوند. اذا ده الثيرد هارت ساوند اللي هو سببه الفنتريكولار يعني الفلابي فنتريكل عشان كده بيسموه فنتريكولار جالوب وده نتيجه الرابيد فنتريكولار فيلينج وده بيبقى مكانه امتى؟ مكانه قبل الفيرست هارت ساوند خالص اهو تك 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 كان في ساوند قبل الفيرست هارت ساوند على طول. خد بالكم هنا السكند ساوند انا مش سامعه كويس انا بسمع هنا دلوقتي على الايبس. لو ركزنا هنلاقي كمان السكند هارت ساوند فهنسمع ثلاثه ساوند. تمام؟ ف اللي هو لاب دو داب لاب دو باب لاب دو باب لاب دو باب
تمام. في ناس يعني اللي هم الامريكان وكده يقول لك زي كلمه كنتاكي 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 كنتاكي، لما تقعد تكرر كلمه كنتاكي كتير ده كانك انت الكاسيدنس او كاداسنس يعني اللي هو الجالوبينج بتاع الرجلين بتاع الحصان. عشان كده الناس دول لما كمان يبقى سوبر ادد عندهم تاكي كارديا بنقول عليهم ان هم ده الثيرد هارت ساوند جالوب او الاس 3 جالوب اللي بيحصل مع العينين بتوع الهارت فيلير. تمام. نيجي بقى للفورث هارت ساوند اللي هو بيحصل للناس اللي عندهم ستيف مايوكارديوم زي الاسكيميك هارت ديزيز او السيستميك هايبرتنشن او فيسيولوجيكالي في العينين اللي هم الاولد ايج، ودول نتيجه الاتريال كونتراكشن عشان كده بيتقال عليهم اتريال جالوب، ودول مكانهم بعد السكند هارت ساوند. على تمام ده الفورت هارت ساوند. تمام. فبيقولوا ان ده بيساوند زي بلبدب بلبدب، او بيقول برضو الامريكان يحبوا يقول لك ايه عامل زي تينسي 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 تينسي. هما يعني الامريكان دايما يحبوا ايه بمختلفين شويه عن بقيه الناس. تمام. الجالوب ده abnormal pathological free sounds triple rhythm regardless of the heart rate. في منه اللي هو البروتو دايستوليك اللي هو في بدايه الدايستول اللي هو ده لما يكون عندي ثيرد هارت ساوند، او بريسيستوليك اللي هو برضه دايستوليك بس قبل الفيرست هارت ساوند زي الناس اللي عندهم فورث ساوند جالب. في ناس بقى سميشن جالب اللي هو في الرابيد هارت ريت ممكن الاقي كمان ثيرد هارت ساوند وفورث هارت ساوند بيتسمعوا كوان ساوند، هيبقى ساعتها ده اسمه سميشن اللي هو زي الرجلين بتاعت الحصان بقى برضه. تمام. وده السميشن جالوب نسمعه تاني. انا سوري معلش. ورا بعض تتر 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 كأن فعلا رجلين حصان ايه بيجري. تمام. الاترال فايبريليشن زي ما احنا قلنا الاترال فايبريليشن هيعمل لنا ايه؟ هيضيع لنا الفيرست هارت ساوند، مش هيضيعه قوي ولكن هيخليه فاريبل انتنستي، وكمان لو عندي مايترال ستينوزس هيضيع تمام؟ عندي اديشنال ساوندز ثانيه ايه؟ عندي حاجه اسمها اوبننج سناب. اوبننج سناب يعني الفالف هيطرقع لما يتفتح زي الاوبننج بتاع المايترال فالف لما يكون ستيف مايترال فالف، وده بيبقى ايرلي دايستوليك حتى ايفن قبل الثيرد هارت ساوند، وده هيرد انسايد ذا ايبكس اللي هي على الميترال اريا اللي هو بتاع جاست ذا اوبننج اوف الفيرست بتاع الميترال اريا اللي هو ده البيجيننج اوف الدايستول هاي بيتشد وسنابنج، وده بيتسمع في العينين بتوع الميترال ستينوزس. سامعين كان في حاجه صوت طرقعه كده اللي انا بفوته ده الفيرست ساوند ها طق طق. وطبعا السيستوليك كليك اللي هو بتاع الاوبننج بتاع الاورطه والبولمونري، وده هسمعه على الاورطه والبولمونري. وعندي بعد كده بقى في الميترال فالف برولابس عندي حاجه اسمها ليت سيستوليك كليك او ميرمر، ودول الليت سيستوليك كليك او ميرمر هم اللي ميزوا الميترال فالف برولابس بان هم سموه كليك ميرمر سندروم. ليه؟ لان هو الفتحه بتاعه الفالفز بالاضافه للفايبريشن بتاعها هيعمل كليك الايجكشن سيستوليك كليك. معلش ثانيه بس نسمع تاني ال ابتا ميرمر
وطبعا بريكارديال نوك ده انذر اديشنال ساوند نتيجه الفنتريكولار فيلنج بي ار اس نتيجه الناس اللي عندهم بريكارديال ديزيز. البريكارديال راب ده زي اي راب في الدنيا بيبقى جريتي ساوند، سام تايمز بيقولوا ان هو 1 اور 2 كومبوننتس، وده طبعا يعني انا مثلا البريكارديال البولمونري راب انا بقدر افرقه ازاي؟ بان انا بخلي العيان يبطل ياخد نفسه، فلما يبطل ياخد نفسه البلورال راب هيروح، انما البريكارديال راب ده انا هوديه فين؟ مش هيقف، فلما هسمعه هعتبر ان هو كانه اديشنال ساوند. شبه جدا جدا الثيرد ارت ساوند، ولكن بقى ملوش تايمنج، ده ما يعني ممكن اسمعه في السيستوليك، ده نتيجه الرابنج بتاع الفيسترال والبرايتال بريكارديا، تمام؟ ودول ممكن اسمعهم في العينين بتوع الكرونيك كيدني ديزيز وبتوع الرينال فيلير اللي هم بيبقى عندهم فلور وبريكارديتس، وده هسمعه اول اوفر ذا سيستول واوفر ذا دايستول. اذا لما انا اسمع اديشنال ساوندز والاديشنال ساوندز دي عماله تتكرر وملهاش علاقه لا بالسيستول ولا بالدايستول، جريتي ساوند زي انه كان صوت حاجه خشنه بتحكحك، يبقى ده غالبا بتاع بريكارديال راب، تمام؟ طيب اوكي، الامبورتنت بوينتس بتاعتنا ايه؟ اي عيان روماتيك هارت ديزيز زي العيانين كتير ممكن بيخشوا عندنا في الامتحان، دايما ندور اول حاجه على الميترال استينوزيس، ولما ادور على الميترال استينوزيس يبقى هسمع على الميترال اريا، ادور على الاشياء الاتيه. الفيرست هارت ساوند اخباره ايه؟ لو عنده اترال فايبريليشن هقول عليه فاريبل، لو ما عندوش اترال فايبريليشن يبقى الفيرست ساوند هيبقى عندي عالي. طيب المفترض الميترال استينوزيس ده يبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده ميترال استينوزيس ميرمر، التايمنج بتاعه ايه؟ دايستوليك. يعني ايه دايستوليك؟ يعني قبل الفيرست هارت ساوند. يعني امتى؟ يعني قبل الكاروتيد بالسيشن. هيبقى صوته ازاي؟ صوته رامبلينج عامل زي القرص بتاع التليفون بتاع بالصوابع ابو زمان. هسمعه بالايه؟ هسمعه بالبيل بتاع الاستيتوسكوب مش بالدايفراج. هيبقى عندي بريسيستوليك اكسنتويشن، البريسيستوليك اكسنتويشن ده سببه ايه؟ الاترال كونتراكشن. هيضيع ازاي؟ هيضيع لو انا حصل لي اترال فايبريليشن. طيب دبل ميترال which is very common، الاس 1 ممكن يبقى عالي نتيجة ان عندي ميترال استينوزيس هو البريدومينانت، ممكن يبقى واطي نتيجة ان عندي ميترال ريجيشن بريدومينانت، ممكن الاقيه نورمال نتيجة ان انا عندي دبل ميترال. فلو لقيت دبل لقيت نورمال فيرست هارت ساوند ولقيت بعد منه ميترال ريجيشن ميرمر يبقى انا عندي دبل ميترال. تاني لو سامع الفيرست هارت ساوند وبعدين سمعت السيستوليك ميرمر بتاع الميترال ريجيرج يبقى انا عندي دبل ميترال باثولوجي، لان لا يمكن الفيرست هارت ساوند هيعلى في الميترال ريجيرج الا لو عندي ميترال استينوز، وهو لازم الفالف يبتدي بميترال استينوز الاول في حالات الروماتيك هارت ديزيز. لما هلاقي ارتفيشال فالف هعلق على الميتاليك ساوند وهقول ساعتها الفيرست هارت ساوند اوديبل او لا، وهيبقى شبه الاوبننج سناب، وعلق على السكند ساوند اقول عليه اوديبل ولا لا، وهيبقى شبه الايجكشن كليك بتاع البولمونري هايبرتنشن، ولو في ميرمر هيبقى عندي فلو ميرمر وهقدر ان انا اعمل له. انا اي دايجنوست اوف كاردياك ديزيز لازم اقول ايتيولوجيك، يعني روماتيك هارت ديزيز وده الغالبيه، او اذرز زي كونجنتال زي ما بنشوف في الاطفال، او اسكيميك هارت ديزيز زي ممكن ساعات في بعض الحالات بتخش لكم بتبقى اسكيميك هارت ديزيز على فكره وعامله اسكيميك كارديوميوباثي. Anatomical diagnosis يعني أي valve which lesion. Functional diagnosis يعني لازم أقول العيان compensated or not، يعني في heart failure ولا مش في heart failure. وبعدين diagnosis of complication زي مثلا هل عنده atrial fibrillation، هل عنده infective endocarditis، هل عنده rheumatic activity، هل عنده مثلا complicated peripheral vascular stroke. أنا هسيب السلايد دي قدام حضراتكم شوية صغيرين علشان حضراتكم تصوروها سكرين شوت، لان هي دي الفيرزر تريننج، كل دي سايتس على الانترنت ممكن من خلالها ان احنا نسمع تاني الهارت ساوندز اللي انا حطيتها لحضراتكم في المحاضره، او طبعا سهل جدا جدا ان حضراتكم تخش على اليوتيوب، او اتمنى ان انا الكواليتي بتاع المحاضره بتاعتي يكون الساوند فيها كويس، وانا ان شاء الله يعني سجلت الجزء الاولاني وسجلت الجزء الثاني وان شاء الله يكونوا موجودين على الانترنت، فممكن حضراتكم انا هحط لكم طبعا اللينك بعد كده. شكرا جزيلا لحضراتكم، انا معلش هستاذنكم هوقف التسجيل.